وللحديث عن استمرار انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية في اليمن وتبعيتها لإيران، معنا من لندن السيد عادل الحامدي الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك معنا. أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا بكم. وزير الإعلام اليمني يقول إن ميليشيا الحوثي مجرد أداة إيرانية لتصفية حسابات إقليمية، إلى أي مدى تؤكد انتهاكات الميليشيات في اليمن ودول الجوار هذا الدور الوظيفي لتلك الميليشيات؟ طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، بالتأكيد ما قاله المسؤول اليمني فيما يتصل بوضع الحوثيين وعلاقتهم بإيران ليس أمرا جديدا، فقد عرفنا وعلمنا ليس منذ الآن وإنما منذ وقت طويل بأن الإيرانيين يتخذون من اليمن ساحة عسكرية متقدمة في مواجهة أطراف إقليمية ودولية في اليمن وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. طبعا لا يمكن لعاقل أن يتصور كيف يمكن لإيران أن تفعل ذلك دون موافقة من أهلها، أقصد من اليمنيين. لا يمكن لعاقل أن يتصور كيف يمكن لليمنيين أن يسمحوا للأطراف الخارجية وعلى رأسهم إيران بأن تجعل من بلادهم ساحة لتصفية حساباتها مع السعودية ومع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ربما السؤال الأعمق من ذلك أيها الحبيب، ربما وهذه هي المهمة، كيف يمكن للأطراف الإقليمية وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أن يكون طرفين في جعل اليمن حطب معركة مع إيران، بينما لا يستطيعون هم أن يواجهوا إيران على أرضهم. علينا أن نتذكر أيضا بأن العلاقات الإيرانية اليمنية ليست وليدة ما بعد سقوط علي عبد الله صالح وثورات الربيع العربي بما في ذلك الثورة اليمنية. علينا أن نتذكر بأن العلاقات الإيرانية الأمريكية هي علاقات الإيرانية اليمنية علاقات مديدة في التاريخ منذ أيام التشطير، أي أيام اليمن الجنوبي واليمن الشمالي. اليوم تأخذ هذه العلاقات طابعا عسكريا متقدما ومفضوحا ومكشوفا. ربما المؤلم فيه أن أطراف عربية ربما تبرر وتدعم هذا التواجد الإيراني المرفوض دوليا والمرفوض حتى إسلاميا ودينيا وأيضا حتى وطنيا. لكنها في الوقت نفسه، وكنا سنطرح السؤال الذي تفضلت به حضرتك وأجبت عليه، لكن بعد سؤال أو سؤالين، لكن المشكلة أن هذه الأطراف حتى لم تستطع أن تخلص اليمن واليمنيين من هذه الميليشيات التي تحكمها، والتي تقول الأمم المتحدة على سبيل المثال أن 80% من اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، وأمام كل ذلك تمنع الميليشيات المساعدات من الوصول إلى اليمنيين. كيف نفسر ذلك؟ طبعا ربما لدي فقط ملاحظة شكلية، وقد انتبهت الآن إلى صورتي على الشاشة وتحتها تعريف بأنني كاتب وباحث سياسي يمني، وأنا صحيح أن أصلي يمني، ولكنني من الناحية القانونية ومن الناحية الواقعية أنا إعلامي وكاتب تونسي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، وعلاقاتي باليمن هي علاقات وطيدة للغاية. أعود لجوابك عن السؤال، والذي يتصل بكيف يستغل الإيرانيون الميليشيات المسلحة والحوثيين. نعم، يعملون على المستوى، الإيرانيون هم براغماتيون والإيرانيون يعرفون أهدافهم بدقة، ولذلك هم يخططون لهذه الأهداف. الإيرانيون يعتقدون بأن الفوضى السياسية الموجودة في المنطقة يمكنها أن تساعدهم في درء المخاطر التي تتهددهم ليس فقط من الولايات المتحدة الأمريكية وإنما أيضا من خصومهم المحليين، وعلى رأس هؤلاء الخصوم هو المملكة العربية السعودية. لذلك فإن الحديث عن الوصول إلى كشف وتعرية الأهداف الإيرانية والسياسات الإيرانية وعزلها على المستوى الإقليمي والدولي أو أيضا يستوجب مرة أخرى بأن يتم كشف
أيضا الأهداف التي تقف وراء التدخل، تدخل التحالف العربي الذي لم ينجح إلى حد الآن، ليس فقط في تحقيق أهدافه بل وعمق أزمة اليمنيين وربما قسم اليمنيين أكثر ما يمكن وكلف ربما هذه الدماء التي تسيل. علينا أن نتذكر مرة أخرى بأن الإيرانيين وجدوا في اليمن كما وجدوا في لبنان وسوريا، وجدوا أيضا وفي العراق وجدوا أدوات لديهم، نعم. أدوات سياسية في الداخل يمكن أن يقفوا إلى جانبهم ويحققوا الأهداف الإيرانية. الفوضى السياسية هي واحدة من الأدوات التي يمكن أن تلجأ إليها بعض الأنظمة ذات الأهداف الإقليمية في مواجهة. ماذا عن موقف اليمنيين من ذلك أستاذ يعني عادل؟ نحن نتكلم عن يمن لليمنيين بالأساس، يعني وعليهم أن يكون لهم موقف قوي سواء الحكومة اليمنية أو الأطراف اليمنية بصفة عامة. كيف تقيم هذا الموقف اليمني الداخلي من هذه الأزمة التي استمرت لسنوات، وفي كل سنة يدخل اليمن في أزمات جديدة أصعب من التي سبقتها؟ هنالك سؤال محير للغاية، وربما اليمني البسيط الذي تطحنه الحاجة اليومية وتضاف إليها كورونا التي تقتل آلاف البشر في مختلف أنحاء العالم، السؤال المحير كيف يمكن لميليشيات بين قوسين، وهذا أنت تسميها ميليشيات، كيف يمكن لميليشيات غير نظامية أن تستمر أو أن تنتصر ليس فقط على الجيش اليمني اللي هو جيش مدعوم على المستوى الإقليمي والدولي، وإنما تنتصر أيضا على التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة. اليمنيون ربما هذا هو السؤال أيضا مرة أخرى يجيب على سؤالك، اليمنيون في شمال اليمن ولازال الحوثيون يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ سنوات طويلة رغم القصف المتواصل من التحالف العربي قيادة السعودية. المراقبون يقولون بأن ذلك ما كان ليحصل لولا وجود أطراف يمنية في شمال اليمن ونافذة قبلية نافذة ترى في أن الوقوف أو الاستعانة بإيران في مواجهة الأطراف الإقليمية الأخرى أي السعودية والإمارات مع من يقف خلفهم من القوى الدولية ربما يعتبر أقل خطورة. إذن علينا أن نتذكر بأن اليمن تحول إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، وأن من يتحمل المسؤولية نعم المحلية تتحمل المسؤولية، لكن هؤلاء هم أطراف ضعيفة. طيب ماذا عن مصلحة المواطن اليمني؟ يعني هناك ناحية إنسانية معروفة حتى في الصراعات والحروب، هناك دائما مساحة للعمل الإنساني والعمل الأخلاقي. البلد في حالة انهيار كبيرة وحتى المساعدات الإنسانية لا تصل، المواطن اليمني يعاني معاناة متفاقمة في كل يوم. طبعا ما تقوله أنت هو ما تقوله أيضا منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية، هنالك تقارير بشكل شبه يوم من منظمة العفو الدولية ومن هيومن رايتس ووتش ومن المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة سام للحقوق اليمنية، تتحدث كلها وجميعا عن الجرائم التي ترتكب في اليمن من مختلف الأطراف الحوثيين وقوات التحالف الدولي وأيضا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا. علينا أن نتذكر بأن هذا الانقسام اليمني الداخلي هو ما مكن أو ما أوجد هذه الفجوات التي تحاول هذه الأطراف الإقليمية المتصارعة على النفوذ أن تستغلها لتحقيق أهدافها. الإعلامي والكاتب التونسي من لندن الأستاذ عادل الحامدي، شكرا جزيلا لك.